Hmm. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التعليم السادس الذي يستفاد من قوله عز وجل مالك يوم الدين. لمالكية الله عز وجل ليوم الدين تجليات بعضها تتجلى في الآخرة وهو اليوم الذي يحشر فيه العباد إلى الله ويظهر فيه أن كل من كان يملك شيئا في الدنيا قد زال عنه. فتتجلى في يوم القيامة مالكية الباري عز وجل. والناس يحاسبون على ما ملكوا في الدنيا. وأما في عالم الدنيا فهناك أيام عظيمة وحوادث تتجلى فيها مالكية الباري عز وجل هذه الأيام من أعظم أيام الدنيا الله عز وجل مالكيته في هذه الأيام ظاهرة وجلية جدا باعتبارات ثلاث، الأول باعتبار التسمية، فإن النصوص الشرعية وصفت هذه الأيام ونسبتها إلى الدين الثاني باعتبار الاثر لان في هذه الايام ظهرت قوه الدين واثر الاعتقاد به الاعتبار الثالث هو باعتبار اهميه هذه الايام في تاريخ المسلمين وتأثيرها على مستقبل الأيام في الدنيا وفي الآخرة. أبرز هذه الأيام ثلاثة. الأول هو يوم الغدير. في يوم الغدير ظهرت مالكية الله عز وجل لايام الناس ولمقدرات الناس ولمستقبل الناس. يوم الغدير مالك يوم الدين هو مالك يوم الغدير. في القران الكريم قال عز وجل: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اذا اهم شيء يدور عليه وضع الانسان هو معتقده واعتقاده بالدين والدين الالهي تجلى وظهر في يوم الغدير بولايه امير المؤمنين اكتمل الدين وتمت النعمه على سائر البشر فارتضى الدين للناس رضي الاسلام للناس دينا بولايه امير المؤمنين عليه السلام وفي نفس هذا اليوم يئس الذين كفروا من المسلمين ومن دين المسلمين اليوم يئس الذين كفروا من دينكم لان الكفار والمشركين والمنافقين كانوا يخططون لاغتيال رسول الله صلى الله عليه واله فاذا لم يتوفقوا لذلك كانوا قد دبروا لسرقة السلطة والحكم والخلافة من بعد رسول الله ولكن حينما امر الباري عز وجل النبي بتنصيب امير المؤمنين اماما وخليفة على الناس يئس الذين كفروا من دينكم كل المؤامرات والمخططات التي كانت للكفار فشلت وانتهت وبهذا اليوم يوم الغدير تكوينا وتشريعا ظهرت فيه مالكية الله عز وجل لأنه قدر وجود هذا اليوم تكوينا وأمر بوجوده تشريعا واعتقاد الناس وإيمان الناس يدور على هذا اليوم الذي يؤمن بيوم الغدير وما حصل في يوم الغدير الايمان بولايه امير المؤمنين ايمانه مكتمل اسلامه مرضي اما الذي تجرد عن هذه الولايه وتخلف عنها ايمانه لم يكتمل الايمان هم حقيقه بسيطه مو حقيقه مركبه يدور بين الوجود والعدم كل الاعتقادات يجب ان يعتقد بها الانسان ويسلم لها حتى يكتمل الدين اما اذا يقبل من الاصول بعض هذه الاصول يقبل التوحيد ولا يقبل النبوه مثلا او يقبل التوحيد والنبوه ولا يقبل المعاد هذا ايمانه ناقص ونقصان الايمان مساوق لعدم الايمان وكذلك الذي يقبل بالتوحيد ويقبل بالنبوه ولا يقبل بالامامه هذا منتقص الايمان لان القران يقول كمال الدين ورضا الباري عز وجل بالاسلام بولايه امير المؤمنين وبهذا يتضح وجه الجمع بين الادله التي تقول بان من اظهر الشهادتين فهو مسلم وقد حقن به دمه وعرضه وماله وبين مثل هذه الايه المباركه والروايات التي تقول الذي يموت ولا امام له ولا يعرف امامه يموت ميته كفر ونفاق لان الدين له صورتان صوره ظاهريه وصوره واقعيه باطنيه الصوره الظاهريه اظهار الشهادتين ولكن الصوره الواقعيه الجوهريه عند الله الدين بولايه امير المؤمنين يكون من دون ولايه امير المؤمنين فلا الاسلام مرضي ولا الدين يعتبر دين عند الله عز وجل هذا اليوم الذي هو يوم الغدير عين به الباري عز وجل خلاصه الدين وجوهر الدين وحقيقه الاسلام فاظهر فيه المالكيه مالكيه الله للدين تجلت في هذا اليوم هذا المعنى تضافرت به الادله النقليه الوارده بطرق الفريقين ومعززه بالبراهين العقليه لاحظوا مثلا اذكر بعض هذه الشواهد ورد مثلا في زياره الغدير عن الامام الهادي عليه السلام باسناد معتبر واكثر من اسناد اكو لهذا يقول فيه هذا القول هذا المقطع من الزياره هو مو فقط بيان للزيارة لاجل تحصيل الثواب او اظهار الايمان والولاء. لا يعين الامام الهادي فيه المنهج لمن يريد الايمان. يقول عليه السلام في مخاطبته لامير المؤمنين عليه السلام: السلام عليك يا دين الله القويم الله مالك يوم الدين الإمام الهادي يقول السلام عليك يا دين الله القويم وصراطه المستقيم وبهذا الوصف دين الله القويم والصراط المستقيم هذا الوصف يشعر بوجود صراط اخر غير صراط امير المؤمنين، ووجود دين اخر غير دين امير المؤمنين، اذا عند الناس اكثر من دين، وامامهم اكثر من صراط، يا هو الدين القويم الصحيح هو أمير المؤمنين. والصراط المستقيم هو أمير المؤمنين. فكل دين من غيره ليس بقويم. وكل صراط من غيره ليس بمستقيم. إذا الإنسان يقرأ مثل هذه الجملة يتضح عنده المنهج من أين يبدأ وفي أي سبيل يمضي. والى اين ينتهي ثم يقول الامام عليه السلام وهذا كلام ينبغي على كل انسان ان يتامل فيه يقول له ان الشاك فيك ما امن بالرسول الامين كلام صريح واضح ما بي اي اجمال او غموض الشاك فيك ما امن بالرسول الامين وان العادل بك غيرك يعني يعادل عليا بغيره يجعلهم كمن يجعل الوزان في كفتي الميزان معادله العادل بك غيرك عادل عن الدين القويم، إذن الدين القويم ما بي معادله علي وفقط. معادلة ماكو اللي يعادل ليس هذا الدين القويم، الذي ارتضاه لنا رب العالمين. إذا ماكو مجاملات في مثل هاي القضية، أو تساهل أو تسامح لا، علي هو الصراط المستقيم، هو الدين الذي ارتضاه لنا رب العالمين، أي معادلة مع علي هذا الدين غير مرضي، لم يرتضه الله عز وجل ولذلك الصلاة والصيام والحج قد ما يريد يعبد الإنسان ربه من دون ولاية أمير المؤمنين هو غير مرضي هو يأتي بعبادة لا يرتضيها الله عز وجل الدين القويم الذي ارتضاه لنا رب العالمين واكمله بولايتك يوم الغدير خب. لو نسال هنا ما معنى الشاك فيك ما امن بالرسول الامين هل الشاك فيه المقصود به الشك في الشخص ام الشك في اوصاف هذا الشخص؟ لا يعقل ان يراد به الاول يعني ماكو واحد يشك في شخص امير المؤمنين وانما الجدال والنزاع والخلاف اللي حصل وين؟ في الاوصاف. فالإمام الهادي صلوات الله عليه يعين الطريق لأهل الإيمان أن الذي يشك في أوصاف أمير المؤمنين ما آمن بالرسول الأمين لا يقول أنا مسلم وأنا أؤمن برسول الله وأنا أقبل من رسول الله لا ما آتاكم الرسول فخذوه جاء رسول الله بأمير المؤمنين خليفة من بعده ولم يقبله إذن هذا الذي يرد على رسول الله آمن برسول الله يزعم أنه آمن ولم يؤمن هذه العقيدة التي بينها الإمام في هاي الفقرة من الزيارة هي عقيدة كل الأنبياء. لا استثناء لنبي من الانبياء في هاي العقيده حتى رسول الله صلى الله عليه واله. يجب بالفرض العيني الاعتقاد بهذه العقيده، ولا يصل نبي من الانبياء الى مقام نبوته الا بهذه العقيده. في روايه الثمالي عن ابي جعفر عليه السلام، قال اوحى الله تعالى الى نبيه اشرف الانبياء واكمل الانبياء هو رسول الله صلى الله عليه واله والخطاب موجه اليه اوحى الله تعالى الى نبيه صلى الله عليه واله بقوله فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم استمسك بهذا مو امسك تمسك وبشده تمسك انك على صراط مستقيم شنو هذا الصراط المستقيم يفسرها الامام الباقر عليه السلام، قال انك على ولايه علي عليه السلام. وعلي هو الصراط المستقيم. اذا رسول الله وهو اشرف الانبياء تكليفه الاعتقاد بولايه علي عليه السلام. لا يصل نبي او وصي الى مقام القرب عند الله إلا بهذا الإعتقاد، وهنا لا يصير خلط عند البعض، العقيدة شيء والأفضلية شيء ثاني. في رواية أبي بصير أيضا عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، في معنى هاي الآية. قال هي الولاية. الخطاب لرسول الله اقم وجهك للدين حنيفا شنو هو الدين الولايه هذا الدين الذي ارتضاه الله الباري عز وجل لعباده فالخطاب موجه اولا لرسول الله ثم الامه من بعده اذا كان نبي الامه هكذا مامور بهذا الاعتقاد فما بالك بامته الروايه الاخرى عن الامام الصادق عليه السلام، وهاي الروايه مدعاه للتامل كثيرا، حتى الانسان يترك المجاملات الفارغه التي لا تنتهي به الى مصير حسن. يقول الامام صلوات الله عليه: ولايتي لعلي بن ابي طالب احب الي من ولادتي منه هو ابن علي هو منتسب الى علي ولكن يقول ولايتي احب الي من ولادتي منه لان ولايتي لعلي بن ابي طالب فرض واجب وولادتي منه فضل. اذا يكون الامام الصادق صلوات الله عليه بهالمنزله وهالعظمه وهو امام المسلمين عند جميع الفرق الاسلاميه. امام العلم والفقاهه والعقيده عند جميع فرق المسلمين. الإمام يخاطب جميع المسلمين ولادتي ولايتي لعلي بن أبي طالب أحب إلي من ولادتي منه في رواية أخرى يوسع الإمام الدلالة حتى واحد لا يتصور أن القضية منحصرة بأمير المؤمنين يقول خوب إحنا نقبل أمير المؤمنين ولكن الاعتقاد بباقي الأئمة شنو لا الإمام بهاي الرواية يسد الباب على هذا المدعى. يقول: ولايتي لآبائي، مو بس علي بن أبي طالب، أحب إليّ من نسبي. ولايتي لهم تنفعني من غير نسب. ونسبي لا ينفعني من غير ولاية. معادلة برهانية جلية جدا لكل من يريد الإيمان، يريد العقيدة. إذا من هنا نعرف السر اللي لماذا الباري عز وجل جعل سوره الحمد في كل الصلوات. في سوره الحمد اكو معاني ومضامين تنور عقل الانسان وقلب الانسان. حتى يوميا يكرر الانسان المؤمن قوله عز وجل مالك يوم الدين ويستذكر هاي الايام اللي عينها الباري عز وجل لظهور الدين وقوه الدين. ومنها يوم الغدير. وبهذا يتضح الترابط بين الايات، بين هذه الايه والايه التي ستليها والايه الاخيره. يتضح الترابط في المعنى، ان شاء الله نوصل الى هذا المعنى. ويتلخص من كل ذلك امور هاي النتيجه الامر الاول ان الولايه لامير المؤمنين فرض عين على جميع الانبياء والاولياء فضلا عن سائر الخلائق فرض عين عليهم لا يمكن أن يكون دين أو تدين أو إسلام من دونها. الأمر الثاني أن إسلام المسلم غير مرضي بولا بغير ولاية علي. لازم المسلم يفك ذهنه، يفك قلبه، يفك سمعه، الهاي الحقيقة. الأمر الثالث أن الولاية لأمير المؤمنين أمر إلهي غيبي بالتنصيب الإلهي لا باختيار الناس ليس للناس في ولايته وإمامته أي مدخلية خدع الناس بهذا المزعم ان الامامه والخلافه تكون بالانتخاب والاختيار ابدا خدعه خدعها اناس ساذكر احوالهم بعد قليل كيف خدعوا الناس ودجلوا عليهم وصيروا الخلافه بعد رسول الله بالاعراض عن امر الله وحكمه وتنصيب رسوله في القيامه سيحشر الناس اهل اليمين واهل النار حينما يدخل اهل الجنه اهل اليمين في الجنه يسالون عن جماعه كانوا في الدنيا يشوفوهم في النار يحترقون ويتعذبون في نار جهنم بعضهم من اهلهم بعضهم من اخوانهم بعضهم من زملائهم وارحامهم يقولون لهم ما سلككم في سقر اللي هاي الآية تدلل على أن هناك ارتباط بين أهل الجنة وأهل النار وأكو حوار أو أكو كلام ما سلككم في سقر سقر واد في جهنم شديد الحر في بعض الأخبار استأذن من الباري عز وجل أن يتنفس هذا الوادي فلما تنفس احرق جهنم مو احرق اهل جهنم نفس جهنم احرقها سقر اسمه سقر هو من اسماء النار ايضا زين هذولا معناتها في اسوا وديان النار يتعذبون فأهل اليمين اللي الروايات تقولهم شيعة أمير المؤمنين يسألونهم ما سلككم في سقر من اللي جابكم في هالمضيق وأوقعكم في هذا الوادي يعطون أجوبة أربعة فيها عبرة لكل معتبر يقولون لم نك من المصلين هذا واحد ولم نكن نطعم المسكين هاي اثنين وكنا نخوض مع الخائضين هاي ثلاثة وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ يعني أسوأ مصير يمكن أن يلاقيه إنسان هو هذا في سقر أسوأ وديان جهنم شفاعة مائلة يعني مخلد في نار جهنم. زين هاي الآية، هاي الآيات الشريفة تدلل على أن مشكلة أهل سقر مشكلة اعتقادية. مشكلة عندهم في العقيدة. تقول الآية باعترافهم: كنا نكذب بيوم الدين، يا هو يوم الدين. قد يتوهم البعض وبعض المفسرين هالشكل قالوا يوم الدين يعني الاخره بس ماكو دليل على هذا القول بل القرائن تنفيه ليش؟ لان لو كان السبب كنا نكذب بيوم الدين المراد الاخره لذكروه اول الاسباب مو يذكرون اول مره يقولون لم نك من المصلين لم نكن نطعم المسكين ونخوض مع الخائضين ثم يذكرون نكذب بيوم الدين المنطق يقتضي اذا يكون المراد بيوم الدين يوم القيامه لذكروه اولا كنا نكذب بيوم القيامه. لانه تكذيب يوم القيامه تتعلق باصول الاعتقاد باصول الدين اما الصلاه والزكاه تتعلق بالفروع من المتقدم في الذكر؟ المفروض يكون هذا كنا نكذب بيوم الدين ولم نكن من المصلين ولم نطعم المسكين يذكرون الاسباب الفرعيه اما هم ذكروا الاسباب الفرعيه ثم ذكروا كنا نكذب بيوم الدين يا دين هذا دين علي كانوا يكذبون به القرينة الداخلية مشاهدة على هذا القرينة تقول الآية تقول نكذب مو لا نؤمن إذا ما كان عندهم إيمان كالإنسان الجاهل اللي ما يعرف ما مطلع يقول كنا لا نؤمن بيوم الدين هذا هو مقتضى الخطاب الصحيح لكنهم ما قالوا ما كنا نؤمن قالوا كنا نكذب يعني نبالغ في التكذيب نعرف الحقيقة ونكذبها نعرفها ندري بها ولكننا نكذبها. اذا هذول الذين يكذبون بولاية امير المؤمنين اللي يعرف ويعاند هذا يسلك في سقر ولا تناله شفاعة من شافع ابدا. لاحظوا بعض الروايات الواردة منها هاي الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام في معنى هذه الآية قال هم في جوابهم يعني جواب هذول أهل النار يعني إنا لم نتولى وصية محمد صلى الله عليه وآله <applause> والأوصياء من بعده ولم نصلي عليهم هنا بحر من الكلام هذا الكلام منها يظهر فضل الصلاة على محمد وآل محمد شلون فيه آثار وخيرات وبركات اذا مو بس الولايه لامير المؤمنين مطلوبه من المؤمن الصلاه على محمد وال محمد هم مطلوب. اللهم محمد وال الله محمد زين ثم الايه طبعا اكو روايه عن الصادق وارده بهذا المعنى بعد يكفينا هاي الروايه. اجابوا هذول باربعه اجوبه. الجواب الأول لم نك من المصلين أمير المؤمنين عليه السلام في الحديث في معنى هاي الآية يقول لسائر الناس تعاهدوا أمر الصلاة لا يكون الصلاة تفوتكم يقول إنسان مسلم أو موالي وما يصلي لا هذا بيحساب في العقيدة وفي السلامة تعاهدوا امر الصلاه وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقربوا بها الولايه هي وسيله القرب لكن عقيده بس بالعمل الصلاه مطلوب فانها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الصلاة، هسه هذا كتاب موقوت بكلام كلام. (ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا ما سلككم في سقر) قالوا لم نك من المصلين. هسه الإمام أمير المؤمنين يقول ما كانوا يصلون. فهذا فرد معيار للهلاك. الإمام الكاظم أضاف له معيار ثاني هو الإكثار بالصلاة على محمد وآل محمد هذا منجا للناس الجواب الثاني قالوا لم نكن نطعم المسكين إطعام للمسكين ماكو هذه محمولة على الزكاة الواجبة كما هو قول كثير من المفسرين، ويؤيده ان المراد بالزكاة الواجبه هنا لان عدم الزكاة الواجبه مصيره النار، سلككم في سقر، الذي في امواله حق شرعي من زكاة او خمس او اي حق شرعي ولا يعطيه سلكه في سقر اما الاطعامات المستحبه ليس مصيرها النار اذا الشخص ما سواها ما فعلها ضيع على نفسه الدرجات والمقامات ولكن العذاب وين يكون في ترك الواجب اذا ترك الواجب ينال العذاب وهذا في نفسه هذا الجواب شاهد على ان هؤلاء الذين سلكوهم في سقر كانوا من المترفين. عدهم اموال ومكدسيها لا ينفقونها ولا يعطون حقوقها. الجواب الثالث اللي قالوا قالوا كنا نخوض مع الخائضين، الخوض في الاستعمال القراني يطلق على كل محاوره ومجادله وفعل وكلام فيه استهزاء وفساد، الخائضون لهم مجالس، مجالس الغيبه منها، مجالس الطرب والغناء منها. مجالس المؤامرات وحياكه الدفائن على الناس منها الاستهزاء باهل الايمان المجالس اللي يجلسون فيها ويستهزئون باهل الايمان منها القران يسميهم من الخائضين هنا هم الايه تقول كنا نخوض مع الخائضين هذا شغل منو شغل فئة من الناس الأول زعماء الترف وأهل الدنيا ذول شغلهم يستهزئون ويضحكون على الناس يمسخرون إيمانهم يمسخرون عقولهم يستخفون بعقولهم حتى يحكمونهم ويسيطرون عليهم والفئة الثانية الأتباع الهمج الرعاع اللي تصفهم الرواية يتبعونهم عميا بدون تبصر بدون فكر بدون معرفة كنا نخوض مع الخائضين فلان شنو قال راح وراه فلتان شنو قال راح وراه شي يقولون وين ما يودوهم هم يروحون طبيعي ذولاً اللي يخوضون مع الخائضين ما اكثر الجنايات والمعاصي التي يقعون فيها فهذا سبب السبب الرابع كنا نكذب بيوم الدين الايه تقول فما تنفعهم شفاعه الشافعين لاحظوا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هاي الآية تقول ما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني هذول أعمالهم كانت بالكبائر كانت في المعتقدات والانحرافات والأباطيل اللي يحملوها وإلا لو كانت مجرد تارك صلاة تارك زكاة بالنتيجة يتعذب وتنفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وآله يدخلون حينئذ ينجيهم النبي صلى الله عليه وآله بشفاعته لكن إذا شفاعة النبي ما تنالهم أصلا شكد لازم الإنسان يفكر ويتأمل بمعتقداته ولا ياخذها بعين السهولة كل شيء يتعلق بالعقيدة السليمة بالعقيدة الصحيحة كل شيء صلاة وصوم وحج وخمس وزكاة كل شيء يتعلق بالعقيدة السليمة في تفسير علي بن إبراهيم القمي رضوان الله عليه في قوله ولم نكن نطعم المسكين في معنى هذه قال حقوق آل محمد عليهم السلام يعني الإطعام حقوق آل محمد من الخمس بالنص الصريح من الخمس مو بالزكاة لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وهم ال محمد عليهم السلام ال محمد في اصول الكافي عن الباقر عليه السلام يلخص للناس هذا المعنى قال من تقدم الى ولايتنا يعني اقترب من الولايه تقدم الى الولايه أُخِّر عن سقر ما يشوف عذاب سقر ومن تأخر عنا تقدم الى سقر مختصر مفيد في الآيه اللي قبلها يذكر أصحاب اليمين الروايات تقول هم شيعة أمير المؤمنين يشوفون حينما يدخلون الجنة يشوفون أهل النار منو هذول النواصب اللي كانوا يعادوهم ويأذوهم وقتلوهم وسجنوهم بمختلف الأساليب يؤذوهم يشوفوهم في سقر فيسألونهم ما سلككم في سقر بس لخجلهم وحيائهم أخير شيء يقولون وكن وكنا نكذب بيوم الدين يعني حتى هناك عناد حتى هناك إصرار على المعاندة يأخرون ذكر ولاية أمير المؤمنين في آخر الأسباب والحلول اذا من مجموع هذه الايات والروايات نستفيد ثلاث فوائد على نحو السرعه اقولها بعضها لاهل الفضل. الفائده الاولى من هذه النصوص يستفاد بان الكفار مكلفون باصول الدين وفروع الدين. وسيسالون عن عدم صلاتهم وعدم صيامهم وعدم زكاتهم وعدم ولايتهم مكلفون بالاصول ومكلفون بالفروع الفائده الثانيه ان مجالسه اهل الباطل ومجالسه المترفين خطر عظيم على الانسان لازم الانسان يختار جلساء او يختار المجالس اللي يشترك فيها وهذا كلام خاص للشباب بشكل اكثر يمكن الانسان يشترك في مجالس ويخوض مع الخائضين ومصيره سقر فيخوض من هنا وهناك بجهل وبغفله وبسهو وبتضليل وبخداع يجرجروا من هنا وجرجروا من هنا يدخل في المجلس وهو مؤمن وربما يخرج من المجلس وهو من أهل النار شكد لازم الإنسان ينتبه لهذه القضية الأمر الثالث أن أهم ما في الإنسان معتقده بدون عقيده سليمه صحيحه اصيله الاعمال ما تفيد الروايات والايات صريحه وبدون مجامله صلاه وصوم وحج وكل الفروع اذا يسويهن عقيده خربانه شاك بك ما امن بالرسول الامين هاي المسألة ينبغي على أهل الإيمان أن يلتفتوا، لا يتساهلوا في أمور معتقداتهم، خصوصا الشباب. هذا جزء من البحث وهو اليوم الأول الذي تتجلى في الدنيا فيه مالكية الله عز وجل وهو يوم الغدير. يومان آخران في الدنيا تتجلى فيهما مالكيه الله تبارك وتعالى، ان شاء الله في البحث القادم اتعرض لهما. اسال الله تبارك وتعالى ان ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفه اوليائه. والبراء من اعدائهم ببركه الصلاه على محمد واله الطيبين الطاهرين.